الدي ام بي. الدي ام بي يعتبر اقوى حارق دهون عرفت البشريه وهو اخطر حارق دهون عرفت البشريه. الفرق بين الجرعه اللي ممكن تنزل الدهون عندك والجرعه ممكن تقتلك فعليا شعره واحده، خطير للغايه. لاحظت الاسئله عن دي ام بي مؤخرا قاعده تزيد، ممكن هناك ترويج، ممكن هناك اشخاص فاقدين لعقليتهم وقاعد يبيعون الدي ام بي للاشخاص، هذا ممكن جدا. الدي ام بي ممكن يقتلك في لحظات بسيطه. الدي ام بي عدد الوفيات منه يتفوق، اتوقع مجرد استنتاج على حسب التاريخ اللي عرفه، يتفوق جميع الوفيات اللي صارت بسبب اي نوع ثاني من حساسات الاداء. يعني كنسبه وتناسب عدد الاشخاص اللي اخذوا الدي ام بي وعدد الناس اللي ماتوا من الدي ام بي مقارنه باي ماده اخرى، ما في مقارنه، خطير للغايه. لذلك ولا تفكر فيه. المكملات للرياضي الخمسيني، الرياضي الخمسيني حالة من الرياضي العشريني، حالة من حال الرياضي الثلاثيني. ليش قاعد توقع ان الخمسيني خلاص هو على يعني على شفا حفرة؟ يا رجل نفس الشيء، ايش بتسوي زيادة؟ يعني اوميجا 3 شنو بتاخذ؟ كرياتين شنو بتاخذ؟ شنو تحتاج؟ مغنيسيوم، فيتامين د؟ يا رجل حالك وحال اي واحد ثاني. يعني حبوب بديلة على الابر المساعدة في البناء العضلي بنفس القوة؟ لا ما في. افضل كتاب قريته غير رياضي، ما اقدر اقول افضل كتاب بس افضل كتب، امانه انا قريت وايد كتب، اللي تتربع على عرش الكتب هي كتب روبرت جرين، 5 كتب تقريبا. كتاب الطبيعه البشريه، قوانين الطبيعه البشريه، الكتاب الثاني فن الاغواء، الكتاب الثالث القوه 48 قانون في القوه، الكتاب الرابع قانون الخمسين، الكتاب الخامس اللي هو الإتقان. هذا بالنسبة لي أفضل كتب قريتها. كل كتاب مجلد كامل يعني هالكبر، تخلصه في 60 سنة عشان تخلصه إذا مقارنة سريع. في كتب ثانية زينة بس ما في أقوى من كتب روبرت جرين صراحة. هاي في دواء مونجارو زفت.com. قلت لكم قبل أي دواء يعتبر من عائلة الجي ال بي 1 أغونست، مونجارو، أوزيمبيك، فيكتوزا، سكسندا، هاي أدوية ضعوف. أنت ضعوف؟ ضعوف أنت؟ كم عمرك إذا ممكن؟ 62 سنة. هل شاي الكرك مضر للدايت؟ هل الديايم والعيش الرز مضرين للدايت؟ بتقول لي لا، بقول لك كذاب. بتقول لي شلون؟ بقول لك لو كليت 60,000 كيلو عيش، 60,000 كيلو دياي، شو راح يصير فيك؟ راح تمتن. زين هل معناته العيش سيء او الدي اي سيء؟ شنو صار سيء هني؟ الكميه نفس الشيء. شاي الكرك شربت لك شيء بسيط ومحسوب من كميه اكلك اليوميه، وين المشكله؟ عادي. ينفع استخدام اندرو 50 وقت التنزيل بالخصوص اذا معاه ستانازول؟ اولا هذه مواد ممنوعه ومحظوره وقد تسبب مشاكل خطيره في الجسم، واذا انت لاعب تستخدم هذه المواد ويقوم فحص النشاطات راح تم تطلع النتيجة إيجابية، فهذا الرد من باب التعليم والتثقيف فقط. ما أشوف أي داعي أن الواحد يأخذ أنادرول، تقصد أنادرول طبعا، أنادرول 50 لهذا السبب. أنا السياق الوحيد حكى محمد سعد، السياق الوحيد أنظر للأنادرول 50 متى يكون مفيد لزيادة القوة. أنت لاعب باور ليفتنج، لاعب ويت ليفتنج، لاعب كروس فيت، لا تبي قوة، تبي زيادة قوة، الأنادرول 50 الهالوتستين يعطونك قوة، بس انه تاخذه عشان والله الفيزيك مالك جسمك يصير افضل، اوكي ممكن يعطيك بمب، ولكن لا ما اتوقع ان عضلات و... لا ما راح يسوي شيء. رايك بالدورات المعتمده من الاي اس اي؟ لا لا، الاي اس اي تعتبر من ادنى مستويات العلم في المجال الرياضي، وانا عارف ان الكثيرين ياخذ من الاي اس اي. عارف ليش منتشره وايد؟ لانها سهله. لاحظ عدد الناس ماخذين من الاي سي اي، وعدد الناس ماخذين من ايس، من ناسم، من ان اس سي اي، من اي سي اس ام، بتشوف اي سي اي اكبر عدد من الناس ماخذ من هناك، لانها سهله. كل بعض يزعل ازعل، ولكن انا شخصيا اذا احد يقول لي انا شهادتي اللي معتمدها في علمي ومعلوماتي الاي سي اي مباشره اشكك في معلوماته. مباشره، لان اعرف تفكيره غير تحليلي، غير نقدي، ما عندي المعلومات الصحيحه. معلومات ضعوف، وايد بسيطة معلومات في شهادة الاي سي. لذلك إذا أنت معتمد عليه اعتماد تام، خذ كلامي هذا بدون ما تزعل منه، أخذه وروح خذ شهادة أفضل منها. لا تعتمد على اي سي أبداً، لا تعتبر شهادة جيدة.
MK677 يسبب جاينو؟ شلون يسبب جاينو؟ MK677 مو هرمون، MK677 ما يحفز التستوستيرون ولا يحفز الاستراجول ولا شيء. MK677 يعتبر من الجروث هرمون سكريتاجوكس، جروث هرمون سكريتاجوكس اللي هو عائلة خاصة ببعض المواد اللي تحفز الغدة النخامية على إفراز جروث هرمون أكثر. هل هناك رابط مع الجاينو؟ لا. شوف الجروث هرمون أحيانا قد يسبب ارتفاع البرولاكتين، ولكن هذا طبعا تاخذ جروث هرمون مباشر، ولكن هل اذا خذيت جروث هرمون سكريتاجوج نفس الام كي 677 ممكن يحدث هذا الامر؟ اصلا ما له علاقه في الجاينو ابدا. لا فعليا الام كي 677 سبب حق الشخص جاينو، لازم يتاكد انه اصلا ما قاعد ياخذ ام كي 677، قاعد ياخذ شيء مضروب مخلوط. لذلك لازم تحط بالك مع هذا النقطة. أكثر الناس يوثق ثقة تامة في أي شيء يأخذه، أو مكتوب MK677 خلاص MK677، أو مكتوب Anadrol 50 خلاص Anadrol 50، أو مكتوب تستوستيرون بروبينيت خلاص تستوستيرون. لا، مو الدنيا تمشي بهالطريقة حبيبي، ولا صار وايد ساذج وبسيط، وايد أشياء مضروبة، فمو كل شيء بتاخذ ممكن يكون صح. المحلات الصناعية تقتل البكتيريا النافعة بالأمعاء؟ لا تقتل، لا لا أبدا غير صحيح. إذا عبالت ما تحبوني لا إلى هاي سوالف الثانوي خوي ذي ما عرفت عمرك، ولكن عموما حطوا بالك شغلة، أنا أعرف كثير من الشباب حتى إحنا صغار كنا نعتقد أن الجسم هو مركز الجاذبية للرجل للجنس الآخر، ولكن هذا أمر غير صحيح. جزء بسيط ممكن، ولكن فقط النساء التافهات ينظرن إلى الرجل شكليا. الرجل عشان يكون جذاب أولا يكون رجل مشغول، لازم تكون مشغول، مو سام فاضي او ملل. شباب جاذبيتك صفر صارت، تكون سام مشغول، عندك اهداف في حياتك، قاعد تصنع مستقبلك، قاعد تطلع فلوس، قاعد تشتغل على شخصيتك، تعرف تتكلم، تعرف توقف، تعرف تلبس، عندك شخصيه، عندك كاريزما، هذه الجاذبيه. اما تقول لي معظم كم عمرك انت؟ ابي دوره تعلمني كيف اقرا الابحاث العلميه وحل، طبعا موجود. الدورة الوحيدة في الوطن العربي تعلمك بالضبط شلون تحلل، بالذات في مجالنا بالتفصيل، تفيدك في أي مجال مو بالضرورة مجال الرياضي. فأنصحك في هذه الدورة، دورة قصيرة، أنا عادة ما أسولف فايد، يعني ثلاث ساعات معلومات تحتاجها، مو بأحشي لك كلام فاضي، to the point مثل ما يقول الأجانب. هذا رابط الدورة، خذها وادعي لي. وعلى فكرة كلمة معتمد لا تعني شيء إذا المعلومات فاشلة، يعني بتقول لي سيرتيفايد من الجهة الفلانية، والجهة الفلانية تقدم معلومات تعبانة فعليا بمعنى كلمة تعبانة، شنو استفدنا؟ يلا لا أنت مستفيد، ولا الكلاينت مالك مستفيد، ولا اللي قاعد تقدم معلومات في السوشيال ميديا مستفيدين، يعني كل معلوماتك جاية من هذه الاعتماد اللي تقول عنه. أنا بالنسبة لي أحترم جدا الشخص علميا اللي ما عنده ولا شهادة ولكن يطلع ويقرأ ويشوف ويحلل ولكن واحد خذاله شهادة باسم معتمدة ومعلوماتها تعبانة وحطها في البايو مال وقال أوه يا شباب تعالوا أنا أدربكم وأنا أعلمكم وأنا أسوي لكم، لا لا يا أخي. فإذا أنت عارف أن شهادتك غير جيدة ابحث عن شهادة أفضل، تعلم، ابحث. الاعتماد ليس كل شيء، يعني في ناس عمرهم ما اخذوا شهادة وأقوى من مليون واحد ما اخذ شهادة.